إن كنت من محبي الطيور وأحد عشاقها، فليس لك إلا زيارة حديقة جنة الطيور مانياس كوش جنتي في مدينة بورصة التركية على قمة طرق الهجرة الدولية للطيور. فيها مزيج عجيب من مجتمعات الطيور الغنية والمتنوعة، وهي محطة هامة للطيور المهاجرة والمكان المثالي للتوقف والراحة فيها. افتتحت حديقة جنة الطيور عام 1998 على مساحة 200 ألف متر مربع، وتقع حيث المناخ المعتدل بمنطقة مرمرة على بعد 120 كيلومتر تقريباً غرب مدينة بورصة، إذ تشير التقديرات إلى وجود 246 نوعاً من الطيور التي تزور الحديقة سنوياً، كما أنها حاصلة على شهادة من الفئة ألف وفق المعايير الدولية من الاتحاد الأوروبي بسبب حمايتها الفعالة والناجحة لحياة هذه الطيور المهاجرة. عند زيارتك لهذه المحمية ستفاجأ بطيور الفلامينكو والنعام والطاووس والطيور الجارحة كالنسر والصقر، بالإضافة للبط وبعض الحيوانات الأخرى من غير الطيور، وستستمتع بأنواع كثيرة من أشجار الصفصاف وأشجار الليمون والصنوبر والأرز والعديد من النباتات التي تعتبر أشهرها أزهار التوليب الرائعة المنتشرة على الشواطئ الجنوبية والشرقية لبحيرة مانياس التي هي موطن لأكثر من 20 نوعاً من الأسماك، بما في ذلك سمك الباس والبايك والبوري والمبروك. كما يوجد في الحديقة مجموعات كبيرة ومتنوعة من الحيوانات الكبيرة والصغيرة البرية والبرمائية مثل الثعبان والتمساح والإيغوانا والبط والدب والذئب والخنزير البري والجمل والأسد والقرد والغزلان والماعز والأحصنة والحمير والزرافات والكناجر والأرانب والقردة والجمال والدببة والذئاب وغيرها. وتحوي الحديقة أيضاً متحفاً ومبناً إدارياً ومقاهٍ ومطاعم كثيرة وأماكن ترفيه عائلية.